تسمع يا عم مكالمة وليد هي سر. هو قال لي اقفل وانا قلت لا. حبيبي وليد طبعا، وكل لعيبة النادي الاهلي حبايب، وعدد كبير من لعيبة الزمالك حبايب، ويكفي الاشادة. يعني ملوش داعي، بس عشان مرتضى ما يحطهمش في دماغه، من عدد من اللاعبين امبارح بالليل الساعة 3 بالليل حاجات على الواتس، واتنين بالليل من بعض اللاعبين. فالحمد لله فضل ونعمة من ربنا، فضل ونعمة من ربنا. أنا هرد على أسئلة حضراتكم وأشكركم على متابعتكم لي، لكن أرد على الأسئلة. طالما بقى اللايف مطول، وإحنا أصلا يعني إيه، هقول لك على أزمة في مجلس الكابتن محمود الخطيب. بقولها ليه يا جمهور النادي الأهلي؟ عشان تعرفوا إن النفوس مش صافية. والله. وبقولها ليه؟ عشان تعرفوا إن شغل الانتخابات بدأ في النادي الأهلي. طيب، إيه مجلس الإدارة اللي جاي؟ كم عضو؟ خليك ركز معايا عشان أقول لك إيه اللي حاصل. رئيس ونائب وأمين صندوق، وأربع أعضاء فقط، واتنين تحت السن. واتنين تحت السن. المجلس الموجود كله لا يجوز لأي حد فيهم أنه يترشح تحت السن إلا محمد الجرحي. ثم محمد الجرحي رفض أنه يترشح تحت السن، قال لك برستيجي لا يسمح. والله والله العظيم ما بهرج، أنا بتكلم جد. قال برستيجي لا يسمح، وعمره ما ترشح تحت السن. ليه يا أستاذ محمد؟ قال لك تم أنا كده كده نازل في مجلس النواب وقايمة وعن الصعيد على المستقبل الوطن، وبإذن الله عضو مجلس نواب، ازاي انزل تحت السن ويشاور ليه على ان انا شاب؟ هيبقى تحت ال 35 سنه. فرافض بكل الامور. طيب فوق السن بقى هيبقى موجود مين؟ ركز معايا بيه عشان نشوف مين، عشان اقول لك ان النفوس مش حلوه في المجلس والانتخابات بدات. خد المفاجاه دي. محمد الغزاوي عضو مجلس اداره الاهلي الاسبق والمحترم، وانا بحبه على المستوى الشخصي جدا وكفء اداريا. هنا بوريدة طلب منه انه يترشح معاه في اتحاد الكورة، قال له حاضر، بس سيبنا استأذن الكابتن محمود الخطيب. قال له ليه تستأذن محمود الخطيب وانت ترشح في الاهلي؟ قال له كنت هنزل الدورة اللي فاتت لكنه قال لي خليك الدورة دي يا غزاوي. فراح يستأذن محمود الخطيب، قال له انت معانا يا غزاوي للدورة اللي جاي، الانتخابات اللي جاي. يبقى انت كده في الاربعة خدت مين اول واحد؟ محمد الغزاوي. مش هتكلم على رئيس ولا نائب ولا امين صندوق، اللي هو الخطيب، العمري، الدرندالي. طيب تحت بقى في مين؟ في خالد مرتجي، طارق أنديل، رانيا علواني، جوهر نبيل، محمد الضماطي، تحت السن مهند مجدي، محمد سراج، محمد الجرح. يبقى انت كده عندك كام؟ 3 4 5 6 7 8 8 والغزاوي بقوا 9. عاوز من التسعة دول أربعة. اللي فتح الملف لقطة الغزاوي مع بيبو، واللي يقول لك ده ما حصلش يقول له، بيقول لك أنكل أبو المعاطي أنت كاذب. أنا مش بتاع جوافة، أنا بتاع صحافة. أنا بتاع صحافة. الغزاوي خد وعد إنه نازل. طب والخطيب نفسه كده نازل. طب الانتخابات امتى؟ سنة وثلاث اشهر، 11 السنة الجاية. طب هل ده امر ايجابي؟ امر غلط. لكن معلومة الغزاوي كل الناس عرفتها. عرفتها ليه؟ لان هنا بوريدة مين معاك يا باشمهندس؟ والله كان معايا محمد الغزاوي، بس راح للخطيب قال له انت معايا في الانتخابات الجاية. والله العظيم ما كلمت الغزاوي، والله ما كلمت الغزاوي. فهنا بقى محمد الغزاوي رقم واحد. طب هتخرج بقى بعد كده مين؟ عندك بعد كده مين؟ 3 5 8 اللي الغزاوي كده واحد. عاوز انت من الثمانية دول 3 يا باشا. عاوز من خالد مرتجي وطارق أنديل وراني، وفين ابراهيم الكفراوي يا عم؟ وابراهيم الكفراوي. وانت منسي ليه يا ابراهيم؟ يبقى انت عاوز من التسعة دول 3. 3 من 9. ما الغزاوي خد وعد خلاص، والمرة اللي فاتت قال له خليك. مين بقى التلاتة اللي ينزلوا؟ ده اللي مخلي المجلس ياكل في بعضه وفي نفسه. التلاتة هل خالد مرتجي؟ هل طارق أنديل؟ هل رنيع علواني؟ يا سيدي قول جوهر مش هينزل.
والجوهر مش في القايمة، والجوهر سهل استبعاده. لكن هتقدر تستبعد إبراهيم الكفراوي اللي محدش بيسمع له حس وراجل مؤدب ومحترم، أو محمد الضماطي ذو التأثير المالي في الانتخابات وليس بعد الانتخابات، أو مهند مجد اللي بيقولوا عليه مسيطر على الكاراتيه، أو محمد سراج اللي بيحظى بدعم الألتراس والجماهير وشايفينه بطل في قضية الأخيرة ديت، ولا محمد الجارحي اللي هو عارف ان هو عنده كتلة انتخابية قوية وان برستيجه لا يسمح بالترشح تحت السن. انا اقول لكم استحالة محمد الجارحي يبقى بر، ولا خالد مرتجي يبقى بر، الا لو هو خد فوق خالد مرتجي مكان مين؟ برافو عليك، مكان العمري فاروق. طب العمري فاروق لو الخطيب سابه ينزل قدامه رئيس يوجعه؟ يوجعه. طب هل ده وقت انتخابات مش وقت انتخابات؟ طب ايه اللي خلاكم فتحتوا حديث الانتخابات؟ اقسم بالله اللي بقوله لكم ده انا عاوز استقرار، وما يفرقش معايا مين ينضم. اهو ادى واحد اهو قال لك إيه انت كده بتجرح في المجلس. يهبل، مفيش حاجه اسمها تجريح في المجلس. انا بقول لك على معلومه ادت الى فتح حديث الانتخابات، ناس قاعده عماله تختار، معلومه خلت المجلس كله دلوقتي بيركز في الانتخابات. الكره الكابتن الخطيب مشرف عليه، احنا عامل دلوقتي بنشوف ايه اللي هيحصل، وخلت اعضاء في المجلس يبحثوا مين ينزل رئيس، وهل الخطيب هينزل ولا مش هينزل. قلت لهم الكابتن الخطيب قال ان انا نفسي يبقى اسمي في سجل شرف رؤساء في سجل رؤساء النادي وتحقق له، ينزل او ما ينزلش ده قرار، ده قرار. مين ينزل قدامه؟ قلت لهم مش شايف حد على الساحه. محمود طاهر قاعد قاطع كل الميه والنور مع كل الناس وما عندوش اي نيه انه يتكلم في الكره اصلا ولا ينزل. العمري فاروق بيقول عمري ما انقلب على رئيس النادي، لكن هو لو مش عايزني ده قراره. لكن هنا انت بقى عندك 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 والغزاوي 10، خلينا نحط جوهر برضه لان جوهر ما زال عضو مجلس اداره، عندك 10 عاوز منهم 3 لانك انت اديت وعد للغزاوي، اديت وعد للغزاوي 2 4 6 لا 9 9 من غير الغزاوي، 9 عاوز منهم 3، تجيب مين؟ هو ده اللي خلاني اقول لكم ان المجلس في قلق من بعد ما محمد الغزاوي اعلن عدم ترشحه امام في قائمه المهندس هنا بوريده، والخبر انتشر ان هو نازل في قائمه كابتن محمود الخطيب. وانا شايف ان كابتن محمود الخطيب اخطا في هذا القرار، كان لازم ياجل مع الغزاوي لان الغزاوي كان لازم يدي رد. الكلام ده بكلمكم قبل تاجيل الكلام على الانتخابات، بس لسه عارفها الاسبوع ده يعني لسه عارفها ففوجئت. يا باشمهندس هاني قال لا ما الغزاوي خلاص هينزل مع الخطيب. قلت له الغزاوي يعني انا حابب الغزاوي الصراحه، يعني فكره الاداري وحد محترم جدا، ويبقى خاله حاج تيسير الهواري صاحب الايادي البيضاء على لاعبي النادي الاهلي منذ السبعينات. فبس حبيت اقول ان حديث الانتخابات المبكر عامل توتر في مجلس الاداره، وعامل الكوره بيقول لك احنا مفوضين الكابتن الخطيب. يا جماعه طب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيجرى؟ طب كده فدلوقتي اللي بيضغى في جوه المجلس حديث الانتخابات. خلاص مفيش حد يحق له ترشح تحت السن غير محمد الجارحي، ورافض، رافض بكل الاشكال، رافض. ده حتى مش عاوز يسافر مع الاهلي المغرب، قال لك هيبقى في انتخابات مجلس النواب وعاوز اخلصها عشان اركز فيها، وهيبقى نازل قايمه بالمناسبه. هو امين الشباب في مستقبل وطن فله شعبيه كبيره، لكن المفاجاه بالنسبه لي كانت محمد الغزاوي اللي هو فتحوا بيه قضيه الانتخابات جوه النادي الاهلي، وهذا قرار خاطئ ومبكر. لو انا من كابتن الخطيب كنت اراوغ مع الغزاوي واقول له طب نستنى شوف انتخابات اتحاد الكره امتى، نتكلم وقت الترشح مش عارف ايه. لكن اعلانه لمحمد الغزاوي انه نازل، حتى لو محمد الغزاوي طلع لك مش صحيح، مش علاقه، هنا بوريده ما بيكذبش، وهو محمد الغزاوي قايل لكل الناس انه نازل، انا ما كلمتوش. وليد سليمان مال وليد سليمان يا ابني اخلاق وراجل مؤدب ومحترم، سيبكم من الهبل واللي بتعبط اللي بالكلام اللي بيتقال حوالين السحر الاسود والعبط ده، ويكفي ان هو جمهور الزمالك جمهور عظيم وبيفهم. وقف فرحه، كان ممكن يعمل نفسه ما يعرفش بحادث الدفاع الجوي. فرحه ليله العمر، ليله العمر القمه. انا ما قلتش انها تعاد، قلت النهارده امير مرتضى راح قدم طلب لوليد العطار لاعاده مباراه القمه.
يلا دمتم في امان الله، مشرفيني ومنوريني فوق راسي جميعا. واوعى تنسى اللايك والشير وتدعي لنفسك وللغير، ويا بركه سيدنا النبي. سلام عليكم.